اجي تفهم اشنو فهمت على كوبا فاندد 100% اللي كنتي كتسارع في الشوارع ولا اي مدينه في المغرب غتكون شتي هاد اللوغو ولا هاد التصويره. الا كنتي من الناس اللي مفهوم فيها التوزع فعرف باللي هاد الحلقه مصوبه على قبلك. كوب هي اختصار جمله كونفنشن اوف بارتيز، واللي تستعني بالعربيه مؤتمر الاطراف. الاطراف هما الدول اللي مسينيه على اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغيير المناخ، واللي هما 196 دوله زائد الاتحاد الاوروبي. و22 كتعني رقم النسخه، يعني هذه هي الدوره رقم 22. اول كوب كانت في برلين عام 1995، والمغرب سبق لي نظم الدوره بعد هذه الكوب، ودابا غادي يعاود ينظم الدوره رقم 22. دابا السؤال، علاش هاد الناس تيتجمعوا وتتفقوا؟ غنشرح لكم مزيان من الاول وتبعوا معايا. الكره الارضيه كتوصلها اشعه الشمس، اوتوماتيكمون الكره الارضيه كتعاود تعكس ديك اشعه الشمس للفضاء الخارجي. شتي لو كانت الكره الارضيه كتعكس الاشعه اللي كتوصلها كامله، كنا كان متوسط درجه الحراره في الارض بارد بزاف، اكثر من ناقص 18 درجه تحت الصفر. دابا السؤال، كيفاش الكره الارضيه كتبقى فيها الحراره مزيان؟ السبب هو الغازات الدفيئه، واللي هما ثاني اكسيد الكربون، بروتوكسيد الازوت، الميثان، وبخار الماء. اشنو الدور ديال هاد الغازات؟ هاد الغازات دايرين بالكره الارضيه بحال شي غلاف. انفو الاشعه ديال الشمس كتضرب في الكره الارضيه، ملي كتكون راجعه باش تخرج كتعاود تضرب في هاد الغازات وكيعاودوا يرجعوها للكره الارضيه، وهكذا الكره الارضيه كامله كتبقى في واحد الحراره معتدله اللي هي 15 درجه. عرفتي بحالاش؟ بحال دوك المزارع ديال المطيشه كنكونوا مغلفينهم بالبلاستيك، هذيك البلاستيك كيحافظ لنا على درجه الحراره سخونه فين تقدر تنبت المطيشه، وهذه هي الظاهره ديال الاحتباس الحراري، يعني داك الغلاف ديال الغازات كيحبس لنا الحراره وسط الارض. هادشي واضح. دابا فين كاين المشكل؟ اشنو هو البلان الجديد؟ المشكل كاين في بنادم. تيقولوا باللي هذه 200 الف عام باش كاين بنادم فوق الارض، واللي هي قليله قدام عمر ديال الارض اللي كيساوي 4.5 مليار سنه. من هذه تقريبا شي 300 عام كاع كانت الثوره الصناعيه، واللي هي والو قدام 4 مليار ونص. مع الثوره البشر قلب على كيفاش يعيش حسن واريح، وماشي مشكل في الشيء الاخر. بدينا كنستغلوا مصادر الطاقه الطبيعيه اللي عندنا، وصنعنا الات جديده باش تسهل علينا المعيشه ديالتنا، وكاع داكشي اللي كنا كنصاوبوا بيدينا ولات كديروا الماكينه تكثروا، وحيت كثروا كان خاصنا نبنيو مصانع، وباش نبيعوا هادشي اللي صنعنا درنا الترانات ووسائل النقل. هاد وسائل النقل والمصانع اللي زادت من نسبه التلوث وكثرت الدخان، هادشي اللي زاد من نسبه الغازات الدفيئه في الجو كثير شي ثاني اكسيد الكربون. ملي تزاد نسبه هاد الغازات غرادت ديك الطبقه ديال الغلاف اللي دايره بالكره الارضيه بواحد النسبه كبيره، وهادشي اللي خلاها تعكس اكثر الاشعه اللي كتخرج من الارض وتعاود ترجع بنسبه اكثر من المعتاد، وهادشي علاش الحراره ديال الارض بدات كتزاد. متوسط الحراره هو 15 درجه مئويه، تزادت من القرن 19 حتى دابا ب 0.8 درجه، وفي عام 2100 غادي تبقى تزاد حتى توصل 5 ديال الدرجات زايده. عرفتي اشنو هي هذه؟ ملي كتزاد الحراره ديال الارض كيذوبوا البلايص اللي فيهم الثلج بحال القطب الشمالي، هادشي اللي كيزيد في المستوى ديال البحر. حسينا بهادشي حيت تزاد مستوى البحر ب 20 سنتيمتر من هاد 100 عام، والا بقينا هكذا غادي يوصل ل 1 متر من هنا 2100، يعني الدول اللي على البحر والجزر غادي تغرق لا قدر الله، الملايين ديال الناس غادي تشردوا. حسب الدراسات يقدروا يوصلوا 200 مليون نازح في 2050. هي واحد من 45 شخص في الكره الارضيه خاصهم شي يقلب على بلاصه جديده فين يعيش، بمعنى اخر الارض غادي تضيق على السكان ديالها. بسبب هذا الاحتباس الحراري الفصول كتخربق، كتولي الشتاء كتصب بشكل غير طبيعي وكبير في الدول اللي في شمال الكره الارضيه، والجفاف والصهد غيضرب النص التحتاني من الكره. وراه نتوما كتشوفوا المغرب حتى هو ولاو فيه هاد البلانات، الشتاء ما كتصبش في وقتها والصيف ما كيجيش في وقته، شهر 10 والناس مازال مصيفين. الحيوانات والنباتات اكثر من ربع ديالها غادي ينقرضوا من هنا 2050، وكيف ما دابا حنا عمرنا شفنا اسد الاطلس، ولادنا غادي يقدروا غدا عمرهم يكونوا شافوا الزراف، والبحر حتى هو غادي يزيد نسبه الحموضه ديالو، يعني حتى الكائنات البحريه غادي يضربهم السم ديال البنادم، وهذا الشيء كامل بسببه غادي يبانوا امراض جديده عمرنا شفنا بحالهم. وفي هذه البلاد هاد الشيء علاش مجموعين هاد الدول كاملين في الكوب 22 باش يقولوا فين غادي نبنى عباد الله. من ديما كيتجمعوا هاد 190 دوله باش يلقاو حل لهاد المشاكل، وماشي ديما تيلقاو الحل. بحال دابا كاين شي دول في طور النمو بحال الهند ما بغاتش تنقص من انبعاثات الغاز ديالها، حيت هي قالت اوه انتم امريكان والدول الكبار استغليتوا الوضع وكبرتوا الاقتصاد ديالكم، وحنا ملي جينا نديروا بحالكم غادي تحبسونا او تنتعادلوا بعدا. لكن كلشي عرف باللي ما بقاش عندهم اختيار لبحال هاد المضاربه، حيت من هنا الوقت قصير يقدر الحرام كامل يمشي الا ما دارش حل، وجي ديك الساعه دولي على الاقتصاد ولا مولاي بيه. دابا المغرب مالو في هاد ليستوار كامله؟ اجي اخباركم بلي المغرب متراسي هو رابع اقل بلد ملوث في العالم، وياه بلا ما تصدموا. المهم المغرب مالو في هاد ليستوار كامله؟ المغرب كيف ما كتعرفوا دوله في طور النمو، وباش الدوله توقف على رجليها خاصها طاقه، واهم طاقه هي الطاقه الكهربائيه. اكثر طريقه فعاله ورخيصه باش ننتجوا الطاقه الكهربائيه هي دوك المولدات اللي كيخدموا بالفيول ولا الشاربون، بحال اللي كاينين في المحمديه. الشاربون هو الفحم الحجري، هذوك المولدات كيعطيونا طاقه كثيره ورخيصه
ولكن كتلوج الجو والناس ديال المحمديه كيبداو يتشكاو. المغرب استثمر في الطاقه البديله ديال الرياح والشمس وصوب اكبر محطه اللي كتحول الطاقه الشمسيه لطاقه كهربائيه في العالم واللي سميتها نور، ومعول باللي من هنا 2030 52% من الطاقه ديال المغرب كامله غادي تكون طاقه متجدده وكتحافظ على البيئه. صحيح هذا النوع من الانتاج ديال الطاقه تيتقام غلا من نوع الاخر بشي 4 مرات اكثر، لكن المغرب كيشوف المستقبل. ملي غادي نقارض البترول والفحم وغادي يولي الثمن ديالو طالع، غادي نلقى المغرب اللي عنده طاقه بديله اللي ما كتساليش وكتنافس في السوق وبثمن مزيان وفي نفس الوقت محافظ على البيئه ديال البلاد. هادشي ديال المغرب عطى به مثال قدام دول العالم كامل انه راه ممكن دوله واخا في طور النمو نص ديال الطاقه ديالها تكون بديله وكتحافظ على البيئه. هادشي كيزيد يحسن من الصوره ديال البلاد في الخارج. الا تحسنت الصوره ديال المغرب في الخارج غادي يبدا يجيب مستثمرين بزاف اجانب، يقدر يبدا ياخذ كريديات ساهلين ويقدر يكون عنده دعم كبر من الدول اللي على برا في قضيته الوطنيه. وحتى حنا المغاربه نقدروا نعطيو مثال دول العالم في محافظه على البيئه الا ما بقيناش كنلوحوا الزبل بزاف، الا نقصنا غير شويه من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي كنديروا بحال الطوموبيلات ما نستعملوهمش ديما. تخيلوا معايا شي نهار في المغرب حتى شي طوموبيله ما تخدم، على شحال غادي نقصوا ديال الغازات استعمال ديالنا ديال البوطه الميكا اي حاجه من السلوكات اليوميه ديالنا الا ردينا ليها البال واخا غير صغيره تقدر تاثر في الاجيال اللي جايه من ورانا من هنا الالاف السنين. هاد الكوب غادي تكون في مراكش من 7 حتى 18 نوفمبر، غادي تستقبل شي 30,000 زائر على الاقل من جمعيات ومنظمات فاعله في المجال ديال البيئه من غير رؤساء الدول ديال العالم. عرفتي بحالاش؟ بحال شي كاس العالم ديال البيئه، غير هو كلشي كيربح ما كاينش الخاسر. اذا القضيه غادي تكون زاهيه في مراكش. اخويا نمشي ندبر على شي صناد مصاوبين بالنعناع تيحافظوا على البيئه، نمشي ندير شي بيعه وشريه تما فراكش. ما ننساش نشكر كلشي الدراري اللي عاونوني خصوصا ستارت اب فيرما في الدار، شكرا الله يحفظكم. تهلاو الدراري بارطاجيو لا فيديو وابونيو وديروا جيم وبارطاجيو مع اصحابكم، راه مزيان هادشي. عرفتي الا بارطاجيتي هادي غتحافظ على البيئه. السلام عليكم.